اهلا وسهلا، اهلا وسهلا اعزائنا الطلاب في محاضره جديده للغه الانجليزيه من مواضيع اليونت 2 لو اند اوردر، النظام والقانون، من تمارين لسن 1 في كتاب الطالب. كتاب الطالب يونت 2 لسن 1. عزيز الطالب شوفه، لسن 1 يونت 2 لو اند اوردر، النظام والقانون. هذين الكلمات جدا مهمه ودائما تاتي في الوساري. ماتش زاوج the words، الكلمات، and the pictures، مع الصور التي تنتمي إليها. أول كلمة footprint. footprint بمعنى آثار قدم. آثار قدم مع الصورة B. آثار قدم مع الصورة B. نعم، آثار قدم تأتي مع الصورة، footprint مع الصورة B. number two fingerprint، آثار أصابع. طبعا اثار اصابع تصير ويا الصوره جي، هاي مثل نشوفها الصوره جي. نجي الى 3 رادار سبيد جان، رادار السرعه او كاشف السرعه، اللي يصير ويا الصوره ال، مثل نشوف هذا الصوره ال. نمبر 4 ميتال ديتكتر، جهاز كشف المعادن. نعم، يكون مع الصوره اللي امامك دي، هذا جهاز كشف المعادن. 5 X-ray machine، جهاز أشعة إكس، اللي هو كما مثبت أمامك الصورة F، الصورة F. 6 Security camera، كاميرا أمان، اللي هي A، هذه كاميرا مراقبة أو كاميرا أمان. 7 Crime scene، مشهد جريمة، الصورة C مثل ما تشوف هذا الشريط، Crime scene يعني مشهد جريمة. 8 Speed limit، حدود السرعة، راح تكون مع الصورة E، هذه شوف الزون الصورة E. Security guard، حارس أمني، راح يكون مع الصورة، حارس أمني مع الصورة H، مثل ما تشوف عيني هذه مع الصورة H. هذين الكلمات مهمة جدا أعزائنا الطلاب، وأتمنى تستفادون من عندهم. شكرا جزيلا لمتابعتكم.